أهلا بكم. نتائج وترتيب المباريات بعد عودة الدور الجزائري اليوم. نجم مباراة اتحاد العاصمة 1-1، سيربي السياسي 2-1، شلف البيض 0-0، الأربعاء تكتسح خنشلة بخماسية لهدف، اتحاد بسكراجياسكا 1-1، لامسيا بارادو 2-2. الآن موعد المباراة المتأخرة، سيربي لامسيا، لياسما ستيف، الصورة سياسي، جياسكا الباك، كلها يوم 3 ديسمبر. الآن مع ترتيب البطولة، سيربي في المركز الأول، في المركز الثاني سياسي، الثالث اتحاد خنشلة، الرابع سطيف، الخامس لمسية، السادس ليازما، السابع الأربعاء، الثامن الشلف، التاسع شبيب الصورة، العاشر نجم مقرو، الحداش موديت واران، الثناش البيض، الثلاثاش اتحاد بسكرا، ربعتاش بارادو، خمستاش جياسكا، وأخيرا هلال شلغوم العيد.